شرع لنا بعد رمضان عبادات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد ذكر الشراح أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان فكأنما صام عشرة أشهر، وإذا صام ستا من شوال فكأنما صام ستين يوما يعني شهرين، فكأنما صام الدهر كله.